كرة عند ميساء إجبارا، ميساء تحاول واستلمت الكرة ميساء، وكرة عرضية من ميساء هي تحضرها، ولكن كانت للونا نلعب في آخر دقيقة، نلعب في آخر دقيقة من الوقت الطبيعي من هذا اللقاء ومنتخب إيران. يا أخي والله حارسة منتخب إيران أنا شاك فيها بصراحة، يعني بنية اللاعبة غريبة نوعا ما. كرة من جديد وصلت لشاهيناز.